إلهي وحن كوي دي سنة يا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي قلبي دناكلي أسأل الله بأسمائه الحسنى أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبة رسوله. أرمها أي أمور تأدون يد اللو جعيل كبدن يهو صدح الرماد لقتريي وحنو تيدا سداد الرماد لقتلمامي سداد سداد دا أرمها أدون يو هدي لقت دور تصدح دا ولا جوها لكسب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات. ثم أما بعد، عباد الله، خطبتنا اليوم حول محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما هذه المحبة؟ إنها من أعظم أركان الإيمان التي لا يقوم إيمان عبد ولا يصح بدونها. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان إيماننا، فلا يصح إيمان عبد ولا تقوم له قائمة إلا بهذه المحبة النبوية. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعمة من أعظم النعم، ومنة من أعظم المنن امتن الله بها على عباده، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن البعثة النبوية هي منة من أعظم المنن، فقد كانت الأمة قبلها في جاهلية جهلاء، وفي ظلمات بعضها فوق بعض، حتى نور الله هذه الأمة ببعثة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته ورؤوف بالمؤمنين،
فقد قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عباد الله ولا ليال وحين ما انت كهد لدونا بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه موضوع عادي آد مهيمه وح موضوع عاسي ويهي شعيل كالنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام المحبة النبوية أو أهركني أركان إيمانك وكتاقن يهي كم بدأ وأدونك إيمانك سؤال أنسحين ركني قال أنت هدان رسولك شعلان صلى الله عليه وسلم نبي محمد والنعم كإلهي أدوم مديسة كوغ الله ضيستيكو وقوة وين إنو النبي محمد بحذو دكسو بحيي إلهي نعم داس وقم النشاك تأدوم مديسة وقصو هلقب صدي في سورة آل عمران والله حول سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلهي سبحانه أدوم ديس مؤمنين تأو أنعمي يو كقل ضيسي قلد آدي آدوين مركو دحدو دكسو بحي رسول إيغا كمد أه وآي قرن أيان أصلا وفصلا أنك عصبين محمد الصادق الأمين رسول كاس إلهي وحو تلمامي مهماتك iyo waxa uu ilaahay u soo bixiyay inuu la yimaado ku qumo wa alla waxa uu riyatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa ashaqooyinkiisa ugu waaweynaa ummada dhexdooda uu ka qabanayo ugu horeeya in ilaahay ayadku ku soo dajiyo ummada uu ku dul akhriyo iyo inuu taahiriyo oo gaalnimada iyo shirkiga iyo xumaan oo dhan mujtamaca uu ka mayro ka nadiifiyo ويعلمهم الكتاب والحكمة إيا إنو برو كتاب كي سندة كتاب كي سندة أمد الله برو أولو تاقنادو هدية هبين با وشقد النبي محمد الله صدر صلى الله عليه وسلم عند الرسول كراع دي الرميس كد ينسن وشقدو دا أغو الشرف تبادن إيا كو قمان إلهي وحاول وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين waxay horo u ahaayeen kuwa halaysan oo waxa weeyaan hanuunsanayn laakiin waxa lagu hanuuniyay bicsadi nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam laqad jaakum rasuulun min anfusikum marka la alla waxa uu yidhi waxa idin yimid rasuul nafihiina ka ahaado idinka idinka mid ah oo aad garanaysaan in hebel ebel aad u taqaanaan عزيزٌ عليه ما عنتم رسولك وحا كعلس وحا يدين دبايا إيما شقدين حريصٌ عليكم وحا أكد داليا هنونكين إيهاقاقين بالمؤمنين رؤوف الرحيم مؤمنين تنا وامد أطو رسبدا وأد بعسا وأن حريصنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكالرحمة دائيا نحريصا ربي أكد المامي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى وحول النبي محمد نبي محمد كومان صدر إلا إن أدن حريص إيا رحمة أونك إيا دونك ودن تهيمو يعني وأن حريص مد الله صدري فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلهي وحول سبحانه فبما رحمة من الله لنت له نحريس إلهي حقي سكاها تور ربي كوغ النعمي سبب تيدا أيادتك وقود دبع سنة تود أنق تيقف هين ولين ودبع سنة والرحمة بضن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هدي آتهاي مدقل لفسا أوككا ودبع أدق
dadku waa ka dareeri lahaayeen oo cidna kuguma soo hirateen oo kuguma soo hagaagteen. عباد الله، هذا النبي الكريم وهذا الرسول المصطفى المجتبى واجب وحي النبوءه ان اينو نفتيني وبدكيني اوريديني ولدكيني والدكين باينو كجعلان وصحيح ان كوحا كسغان حديث انس بن مالك ورينيو ان رسول الله محمد يريد صلوات ربي وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعو رسولك يري صلوات ربي وسلامه عليه متكين رمين مايو إلا أن هذا مدو كتشعليه عد والبا والد كير دالي إيا ولد كور دالي إيا أمد إيا ضدك أوردن بإلا أني قوي كتشعلاده. إذن هذه المحبة النبوية ما أنسى حيصو إلا رسولك عد والبا إساقات كتعلاتوت كهر مريصو. عباد الله، محاد كقرانا سائناد رسولك تعشهي وإناد مراد كيس مراد كستا كهر مريصوت إساقا مدران تسيصو. ولا ليال، وحي إمام البخاري صحيح سكسغن حديث عبد الله بن هشام ورين أيوه وعوري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر حديث كعبد الله بن هشام ورين أيوه وعول النبي أيام لسعني صلى الله عليه وسلم وعول النبي قعنت أيست عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مركز عمر وحول رسولك الله وحول بوان كاتش على هاي نفتي دموياني مركز رسولك كل عمر الله نفتي دو قعنتي سكترتان كردارته ما أنصح يا إيمان كاسي أو هل كيل الربي ما قاد يو إلا حتى نفط هذا أني قاعد يقشعلاته مركز وحو عمر كويدي رسولك الله والله إمك حتى نفط إذا وقاشعله مركز النبي يقول الآن يا عمر هذا أياد قاد عمر أو هل كيل قاعد الربي ولا ليال وح حديث كاسي أو تلمام إياه إن شعيلك النبي قال شعلانا يا أنو أنسحين أو أنو سقمين إلا وحول بإسقاءات كشعلاته حتى نفتاده إلهي تبارك وتعالى وحوكولي في كتابه الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الله وحويل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي مؤمنين توا وغمدن يهو وغدو يهي النفهودة هاوينكي سنة وهاوينكي أوريدي نبي محمده وهو يوينكي مؤمنين توا وأمهات المؤمنين هذه الآية إلهي وحاو كتل مامي نبي إنو عد والب مؤمنين تكحيقو حتى النفهودة وحاك الله جل جلاله وتقدست أسماؤه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله وحول سبحانه قل إن كان آباؤكم هدى يا هادين آبياشين
iyo inna madiina iyo walaaladiin iyo xaasaskiinna iyo qaraabooyinkiinna iyo xoolaha shaqaysateen iyo ganacsi inuu idinku fadhiisto ama idinku qiimo jabuu baaboo aad uga baqaysaan iyo guryo aad raalli ka tihiin oo aad jeceshihiin siddeeddaa arrimood hadday ahaadeen axabba ilaykum min allaahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiilihi kuwa xaggiinna looga jacayl badan yahood ka jeceshihiin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jidkiisa iyo diintiisoo loo dagaalamo macnaha siddeeddaa arrimood haddaad saddexdaa ka jeceshihiin waa alla iyo rasuulkiisa iyo jihaadkiisa haddii arrinku sidaa yahay fatarabbasuu suga waa goodi iyo hanjabaad xataa yaatiya allaahu biamrih ilaa ilaahay arrinkiisa la imanayo oo cuquubo iyo cadaab idinku soo degayo iska suga wallaahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin ilaahayna subxaanah ma hanuuniyo qowmka ama qolada faasiqiinta ah ee taacada iyo diinta bannaanka uga baxda cibaad allaah aayaddan rabbi waxa uu ku tilmaamay arrimaha iyo umuurta adduunyada loogu jacaylka badan yahoo saddex arrimood laga tiriyey waxaan u jeedaa siddeed arrimood laga tilmaamay siddeed siddeeddaa arrimaha adduunyo haddii laga doorto saddexdaa waa lagu halaagsamayaa oo ubadka iyo oorida iyo amwaasha ganacsiga iyo guryaha waxa weeyaan waxyaabaha adduunyada la xidhiidha oo dhan oo kuwoodii ugu muhiimsanaa tusaale ahaan laynoogu tilmaamay kolka aakhira iyo ilaahay laga doorto ummadda waxaa hanti u ah ee sugaya waa halaag ciyaadan billaah waa halkay culimmada qaar ka yidhaahdeen ummaddu waxay dullowday oo ay hoos u dhacday cindamaa fadalu thamaaniyata cala thalaasa markay siddeeddaa suuratu tawba lagu tilmaamay saddexdaa arrimood ka hormariyeena ay ka jeclaadeen waajibku markaa waxa uu yahay in alla iyo rasuulkiisa iyo diintiisa wax walba laga jeclaado oo laga hormariyo si ay ummaddu u guulaysato oo wanaagga iyo khayrka ay u gaadho waastakfirullah alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah cibaad allaah ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة فقال ويلك ماذا أعددت لها قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت xadiidkaa saxiixaa waxaa ku sugan in rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin u yimid markaasuu ku yidhi rasuulkii allow waa goorma saacaddii qiyaame dhicitaankeedu nebigu waxa uu ku yidhi oo maxaad u diyaargaraysatee kaa horeeya ee aad ugu hordasaa wuxuu yidhi rasuulkii allow waxba uma diyaarsan laakiin ilaahiyo rasuulkiisaan jeclahay nebigu waxa uu ku yidhi anta maca man axbabta waxaad la mactahoo meel lagaala soo bixin ciddaad jeclaatay hadday kaa dhab tahay dee alla iyo rasuulkiisa iyo dadkii wanaagsanaa ninka jeclaaday waa maca rasuulillaah maqaam sare weeye wuxuu yidhi anas ibnu maalik radia allahu canhu wa ardaah oo raawiga xadiidkan warinaya ah famaa ra'aytu almuslimiina farixuu bishayin bacda alislaam farxahum bihada alxadiid wuxuu anas yidhi weligay ma arag muslimiinta oo ugu farxay islaamka dabadii siday ugu farxeen xadiidka waayo liannahum yuxibuuna allaha wa rasuulah waayo waxay ahaayeen dad jecel alle iyo rasuulkiisa kol haddii ciddii alle iyo rasuulkiisa jecel ay tahay maca man axabba dee waa guulaysteenoo guushii waa gaadheen anas waxa uu yidhi faana uxibu allaaha wa rasuulahu wa abaa bakrin wa cumar wa arjuu an akuuna macahum wa in lam acmal biacmaalihim waxaa anas uu yidhi
أنا وحان جعلهاي إلهي يا رسول كيس صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر يا عمر وحنان جعلهاي معود إن أنا هذا ولو عمل كودي بيانا قبنه وايو دي المرء مع من أحب ولا ليال هنيئا لمن أحب الله ورسوله وحوناك يقول يا شرف أسوهيتي روح سردب أجعل هذا الله يا رسول كيس صحيحين كوحكسوا عن حديثك أنا سورين أيوه إن رسول كوري صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ورسولك نصوبني لصلوات ربي وسلامه عليه سدح الرموت روح الله كتل ما نادى وحكم تيسنا يا وكهلا يا إيمان كم عن كيسين ولندمي أو قادو ويا إيمان كي طاعدو وحيلا ده معان روح ولندمي يا أنو كجوايد معان كي إيمان كوحق قادو يا ولندمي يا هوس قدر دعي دو حيسة روح سدح دار ما الله كو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إن إلهي رسولك سوايا هذان مدعو كتعلي هاي وحكستو كسوهري وحوالبا وإنو كهر مريو محبة الله ورسوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله روحنا وإنو أتعلا هذا يسقون أتعلانين إلهي درتي مويانا دنكالي وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قال لما ينودبه النقضه وإنه أنعه مركي ألا كبت باديه دبديد سدو أنعيه دب أولليه إن برتنك الله بطوره قال لما ذا مثال بالله بسوقاتي قفك قال لما أهاي ربي كسوبت باديه وحلا مده قفك يستقو مسلمه لكن معاصي ده يدم بيقى الدبر كاكو قوسته وحو البسمي لكن إلهي كسو هنوني كسو النقضي مسلم كعاصي ها معصي ده كسو النقضي دم بيقى إنو ديبقو اللابتوا إنو أنعو سيدو أنعيو دب أولو ليو أركيين برتن كاللوغو تورو عباد الله وحان خد بدي إنكو سو ختم إياه حديثك إمام مسلم وصوصر أبو هريرة نورين أيوه يا رسولك يري صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لي حبا ناسا يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله نبي محمد وحوري صلوات ربي وسلامه عليه أمتي إذا وحيك كالق علي شعيل بدن ضد بضي من دونه أمتكود شعلي هاي إن وحويان أركتدا إذا كفرتو كبحيو إهل كيسي أمواشي سبا وحمدكود تمني إياه إن وأركوه أو أركتدا إذا أسيستو إهل يأموال وحوهي سبا هل مراني قيندا هاي نويقا قابو اللهم اجعلنا من هؤلاء نرجو أن نكون من هؤلاء وحن رجينا أن نكون من هؤلاء نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله إلهي وحن كوي ديسنا يا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي قلبي دينا كريم أسأل الله بأسمائه الحسنى أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبة رسوله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا
حبه وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وحنك ويدي سنة يا مقعد سوناك يا صفات كيس الصرا إلهي إنه إنه أرزاقه كالقعل كالنبي محمد وربا إلهي إنه أرزاقه اللهم ارزقنا اللهم ارزق اللهم ارزقنا حب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق حب اللهم ارزقنا حب محمد اللهم ارزقنا حب محمد اللهم ارزقنا حب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين على مد حبك أنا جمعها الدنبي إن شاء الله.